أعود إلى نقطة كيفية وآليات تنفيذ التوصيات، وكيف لهذه التوصيات أن تكون قوانين بالفعل تطبق على كافة الدول للحد من مخاطر التغير المناخي. انضم لنا من الأردن عبد الحكيم راجح، وكيل وزارة المياه والبيئة اليمني لقطاع البيئة، أهلا بك. إذن هناك آراء مختلفة بين الضيوف حول كيفية الوصول إلى تنفيذ التوصيات، وكيف يمكن أن تكون هذه التوصيات قوانين لكي تفعل بشكل أسرع وأكثر جدية، وخصوصا من قبل الدول الكبرى. مساء الخير سيدتي، لك وللمشاهدين ولضيوفك الكرام. حقيقة الالتزامات يعني كانت كثيرة من كل مخرجات، سواء من المؤتمرات السابقة أو من مؤتمر من اللي هو من اتفاق باريس اللي في 2015، واتفاقات كانت عملاقة، يعني الناس تتحدث عن 100 مليار دولار تمويل الدول المتضررة، لكن في حقيقة الأمر كل تلك الالتزامات يعني لم يوفى منها إلا الشيء البسيط والقليل، وهذا ما اعتدنا عليه دائما، لأن الدول تضررت بشكل كبير جدا. قضية الالتزامات هي قضية إخلاقية للدول الكبيرة، الدول الملوثة، الدول اللي فعلا هي اللي مسببة للاحترار، مسببة لغازات الاحتباس الحراري. نحن في المنطقة العربية على سبيل المثال أو في إفريقيا أو كثير من الدول النامية والأقل نمو، يعني لما نحاول نحسب كم كمية انبعاثاتها تأتي يعني زيرو أو 0.0 something، يعني لا شيء أمام من يلوث. إذا كما قال أحد ضيوفك الكرام بأن الملوث الدافع، وهو طبعا إن هم كمان بيتعرضوا أيضا للإشكاليات الناتجة عن التغيرات المناخية، مثل اللي هي الأحداث الأعاصير الشديدة واللي تعرض فيها كوكب الأرض، يعني بما فيها الدول المتقدمة. لكن من هو المتسبب؟ هل المتسبب هي الدول الفقيرة؟ أما المتسبب يعني هم الدول الكبيرة التي تمتلك التكنولوجيا وتمتلك التكنولوجيا المتخلفة، التي فعلا الآن كان يفترض أنها تضع التسهيلات لنقل التكنولوجيا النظيفة بأسعار بسيطة أو أسعار مناسبة للدول النامية والمتخلفة والدول الفقيرة، لكن هذا ما يواجه بالعكس، بأن إذا أردنا نقل تكنولوجيا إلى بلداننا الفقيرة والدول النامية هذا يكلفنا شيء الكثير. نحن أمام خيارين في الأخير، أما أن أخذ اللي هو الآلة الملوثة أو الآلة التي لها يعني فائدة أو ما تعملش إضرار بالطبيعة أو ما تعملش انبعاثات كبيرة جدا. إذا السبب هو مش الدول الفقيرة والكحيانة والنامية. الناس كانت تتحدث عن جبر الضرر في كثير من المؤتمرات، يعني أنه لابد التعويض للدول اللي هو الدول المتضررة مثل دولنا، خاصة في يعني الآن مثلا كثير من الدول بدأت تعتمد على اللي هو الطاقة المتجددة، خاصة طاقة الشمس. المنطقة العربية مترامية الأطراف، إذا استغليناها الاستغلال الأمثل فيما يخص اللي هو صناعة الطاقة الشمسية أو صناعة الطاقة النظيفة بما فيها أيضا طاقة الرياح أو طاقة الأمواج أو طاقة الطاقة الشمسية، كل هذه الأنواع متوفرة وتكون متاحة في منطقتنا العربية وبشكل يسير. لكن من سيمول اللي هو اللي وهذه نقطة مهمة، وكيف تسهم هذه القمة أيضا في الوصول إلى تنفيذ هذه التوصيات. ينضم من الأردن الدكتور محمد فاضل، أستاذ الإدارة السياحية والبيئة الخضراء وقضايا التلوث، أهلا بك على شاشة القاهرة في مطروح للنقاش. إذا كيف يمكن أن تطبق كل التوصيات من كافة المؤتمرات وصولا إلى هذه القمة الحالية في باريس من أجل مواجهة المشاكل والسلبيات الخاصة بملف التغير المناخي؟ مساء الخير لك وللجميع وللحضور الكريم. الحقيقة قضايا المناخ قضايا قديمة حديثة، ابتدأت بعد الثورة الصناعية والاستغلال الجائر من الإنسان لموارد الطبيعة، ولم يلتفت إلى إحداث أثر سلبي على البيئة إلا لاحقا. عندما تنبه الناس أو الحكومة سبقها أصحاب الاختصاص والعلماء
هم تنبهوا قبل السياسيين، ولكن إرادة التغيير تحتاج إلى قوة سياسية حتى تكون فاعلة. من هنا لابد من الإشارة أن بعض الدول. ماذا تعني بقوة سياسية؟ هل لك مزيد من الشرح والتوضيح؟ أنا أقصد القوة السياسية الأنظمة أو الأحزاب الحاكمة كانت تغلب سواء على المعسكر الغربي أو الشرقي، كانت لا ترى في الاعتبار الجانب البيئي في صناعاتها والإنتاج الصناعة عندها. إحنا نتكلم عن الصناعات الثقيلة وما تخلفه والحرق الوقود الأحفوري لإنتاج آلات حرب أو آلات عسكرية. أنت نأخذ على سبيل المثال حتى تنتج دبابة، قديش بنصهر كميات هائلة من الحديد بننتج ثاني أكسيد الكربون. هذا ما أقصد فيه القوة السياسية أو الأنظمة السياسية. الآن تنبهت العالم مع ضغوطات الحركات الصديقة للبيئة على هاي القوى أو على هاي الأنظمة أو على هاي الحكومات باتخاذ إجراءات صديقة للبيئة من أجل الحفاظ أو على الأقل التقليل الأثر السلبي لتأثير الصناعات والتطور اللي قاعد الدول تسعى إليه أو التجارة خلينا نقول في بيع النفط، في حرق النفط، عدم استخدام الأدوات أو الطاقة البديلة. نحكي مثلا في السعودية، السعودية منتج كبير للطاقة ولكن الجو مناسب عندها، مثلا الطبيعة مناسبة، الشمس ساطعة، لماذا لا تستخدم مثلا طاقة الكهرباء، الطاقة النظيفة، الطاقة الشمسية؟